أخيرا يا جماعة الخير لقيت المفتاح والله العظيم أخيرا لي فترة كبيرة قاعد أدوره. الخير لي ما يقارب الشهر شهر هو؟ لا مو شهر ولا كثير شهر لي فترة أدوره مفتاح المرسيدس هذا. قبل يوم جيت ببدأ بالمرسيدس لزق في مغناطيس الورا يوم جيت ببدأ في 500 بالطقاقة حصلت مفتاح، والآن هذا أنا حصلت مفتاح. راح نطلع ونشوف إيش فيه من إلى. اهلا قطو اهلا اهلا اهلا. طيب يا جماعه الخير، اوه في لزقه تشليح هنا شيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السياره من الى، يا ساتر وخر شوي لو سمحت. طيب هذه السياره يا جماعه الخير بنسوي لها شيء محاوله تشغيل نشوف ايش فيها من الى، يعني راح نشيك هل تحتاج بنزين، فيها خرابات، فيها شيء. ترى من زمان واقفة، هذه ممكن لها 6 سنوات أو 5 سنوات واقفة، ولكن مشكلتها أنها كانت واقفة برا، فرق على المرسيدس 500 كان واقف جوا. يب، فهذا اللي فرق معه، عشان كذا تشوفون في أشياء يعني تشلحت أخذت ويب. هذه ما أننا حصلنا المفتاح راح نفتحها الآن ونشوف وش فيها وش ينقصها وش ما ينقصها من إلى. هذه قبل ما تيجي أذان المغرب، لو جاء أذان المغرب في الليل ما ينفع نصور نهائيا. نبدأ الآن نقول بسم الله مع العفش اللي جوا. يا ساتر ساتر كمية العفش. شوف الديكور 97 نصف فل بدون فتحة، ماشي 210 ممكن موتر، في أشياء مسروقة منه واجد. الحوسة اللي فيه يا ساتر اللي وراء، ولكن إن اللي علينا الحين مهمة تشغيله. الأشياء هذه نقدر نضبطها بعدين. هنا بقايا البوية يوم نرش الزد، يوم نسنفرها ونشتغل فيها أنا ويوسف العتيبي الله يعطيه العافية. أي والله يا جماعة الخير، طبعا بويتها بلد، البوية بلد. خلينا نشوف الباب اللي ورا ينفتح. أوه حتى الديكور اللي ورا جديد. نزل مضخة، هذه أنا كنت أبحث عنها لي فترة طويلة. المضخة مراتب جلد يا أخي، سبحان الله كلام أبو عبد الله والله العظيم إنه صادق. شوف على وقفته ما تقطعت المراتب على وقفته الكبيرة. يعني بعد خير رحيل، تخيلوا لو جيت وخر يا قط والله يرحم والدك، تكفى وخر تكفى وخر يا حبيب قلبي انت يا حبيبي. نجرب دخل نفتح شوف يقفل، الله يقفل. ما دي متى، لا لا انفتح متى متى شوي يتحرك شوي شوي. يا ويلي انك شوف الديكور مقفل عليه، لكن ما في مشكلة نفتح من هناك بعد ما ننزل الأغراض. طيب نروح، آخ لازم نفتح الباب عشان الكبوت. هي ندمت الحين بغى ننزل كفرات المرسيدس، في نظام إذا كان الباب مقفل كذا تفتح من هنا يرتفع، تشوفون تفتح على طول يرتفع. بس الديكورات عشان الشمس ضربتها ارتفعت والله. شوف هنا شوفون نفتح، يبغى لنا نسوي له في الباب الثاني نفس كذا. هذه كفرات الزد ترى طول طول عز عسى القطو ما يطرح. لا 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 اله الله. فتحنا يا جماعه الخير، في قطو تاكي ورا. سلام ورحمه الله. بدت تتوسخ ملابس، يبغى لنا نجهز بلوفرات صناعيه حريه. بسم الله نشيل الخبز هذا هنا، بس نفتح كبوت. خلي هذا ستاند، الموضوع كامل هذا نحطه كذا عشان يكون ستاند. يا ساتر استر يا ساتر استر. تعالوا معي شوف يا جماعة الخير، بلف الراجع مفكوك حق البنزين، يحتاج نجيب له بلف راجع قبل ما نشغل. برضو نبغى تشغيله عشان نشوف دقة السلف في وضع الزيت، لازم نسحب العيار نجيب زرادين نشوف وضع الزيت. طيب خلنا اول شيء تدرون شو اسوي، اروح للشنطة اشوف الشنطة هل فيها بطارية او لا عشان نشوف نقدر نشغلها او لا. ثواني بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي او في شنط مرسيدس، لا ما في بطارية، لازم نجيب بطارية حقت 500 ونركبها فيه. بنشغل السيارة ونقربها لما عشان البطارية يا جماعة الخير، ما لنا خلق نشيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. والله من زمان واقف، من زمان ترى البيع يا جماعة الخير. ها اللي بيه البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رب انها يشتغل مرسيدس، اذا وقف فترة طويلة ما ينفع ترى.
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله. ممشاه 122,000 ممشى السيارة. نروح نقربها لما السيارة الثانية. في تهريب بنزين من عند الطرمبة. يا ليل هذا مرسيدس إذا وقف يبهذلك يبس يبهذل أمك. بسم الله نفتح نجيب البطارية ونركبها ونجرب نعطيها سلف. برات أول شيء عشان نقدر نركب بطارية محلها. لازم نسلم الحبيب أبو عادل. طيب لا طيب لا طيب تعال شوف الكفر جديد والله يا أبو عادل. والله شوف هذه جديدة تشوف. هوب هوب هذا ما أدري جابه بس والله جديد. بديت هذا مو سيارة مسودة عشان تعرفون هذا مسودة. زاوية حقت ركن سير مكينة. ناكل هذا مفتاح قديم. نجيب بطارية الحين لها. جحت خير شبكنا السالب هنا باقي الموجب. هذا هو الموجب نشكه بس على طول. ايوه وصل كهرباء. اسمع ايوه صوت كهرباء وصل للسلف. بجرب ادق لها سلف. بسم الله الرحمن الرحيم. مع الزحمه هو في كفر راكب هنا. صدقون لازم نفرغ الحصى عشان يفتح الباب زين. نشوف وش اللي يطق. هذه نشيل هذه كذا نقول هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. يلا نجرب الحين نشغل السيارة. بسم الله بسم الله الرحمن. شوف يوصلها كهرب. اي والله اشتغل الطبلون. ايوه حلو بس ما في صوت طرمبة. ايه لا يبغى لي شيك على الزيوت الحين. أشيك على زيوت السيارة لازم قبل ما نشغل. ارحب أبو عادل. هلا بالجار. أهلا وسهلا. قاعد تصورني بحوستي. شوفوا لو فيها بنزين كان دفع البلف الراجع ولكن عرفنا أن السيارة الآن سيرها شغال. صوت التروس حقتها ممتازة. فراح نشيك الحين على الزيت نشوف هالسيارة فيها زيت ونشوف لها بلف راجع ونركب لها بلف راجع. حتى لو ما فيه بناخذ مرسيدس ستاك ونركبها هنا بإذن الله. بلف الراجع بلف الراجع الحين الطرمبة تضخ بنزين تمام. بعد ما تضخ بنزين يعني هي تضخ ما تدري وش قوة البنزين ضخها واحد. فالبلف الراجع هذا يتحكم في البنزين اللي يرجع للتانكي. فهمت اتوقع انه زي كذا صح. حق السيارات عدلوا لي عاد اكتبوا تحت في الكومنتات على نفس الدقيقه هذه بلف الراجع ايش فايدته. يا جماعه الخير ابحث لي عن زراديه عشان افك العيار. حصلت بلف الراجع نركبه بعد شوي باذن الله باذن الواحد لحد. ونبغى نشوف العيار حق الزيت. ما ادري العده وين اختفت قسم بالله العظيم ما ادري. قعدت ادور هنا الصدام دور لي شيء ما لقيته مره. انتوا كذا اذا جيتوا تدورون عده يضيع كل شيء. طبيعي يعني اذا جيت تدور عده يضيع كل شيء يضيع ما تلقاه. والله العظيم شيء مستحيل. نجرب ان شاء الله بهذه انه ينفك باذن الله انه ينفك. بنجرب نرفع العيار. هذا يحتاج لتنظيف بلف الراجع. يبه فتحه صغير. هذا فتحته صغيره يركب هنا بالضبط. شوف هنا ولكن يبغى لنا اول شيء يبغى له تيله برضه تيله عشان ما ينطلق. ها نجرب نرفع هذا كذا
الموقع نجيب بالمفك. والله ما ادري وين اختفت عدتي قسم بالله. يبغى له زرادية خلاص ما يفك الا الزرادية. يا جماعة الخير عدتي ما ادري وين طارت كلها من الى ما ادري وين طارت، ولكن شو راح نسوي؟ راح نسوي ذي كذا بسم الله. اتوقع اشوف ان ما في زيت، والله اتوقع ما في زيت، ولكن راح نشوفه بعدين بالفراجة. حلو حلو حلو، يبغى له بس غسيل بنزين ونركبه مكانه ونشيك اصلا اذا كان في طرمبة ولا ما فيه. ثواني بحط الكاميرا من تحت وبشوفها في المونتاج. نشوفه هنا، نجرب كذا بس نمشيه بعدين نشوفه في المونتاج هل في طرمبة او لا. اتوقع خلاص الحين بيذ المغرب لازم نوقف نجمع الاغراض ونكمل شغلنا بكرة باذن الله. بل في الراجع نخليه هنا عشان ما نضيعه. حط السير اول شيء. ركبنا كفر، نقفل الباب. تصدقون يبغى لها فصل بطارية لان في لمبة ورا شغالة، حرام انها تصرف. بسم الله نروح نفصل البطارية. بس السالب من هنا. بسم الله خلاص نخليه كذا. نسكر. اوه باقي كفر هنا وباقي نسكر الكبوت. تمام على كذا خلصنا كل شيء. غريب اني احيانا ما احب اطول فالتجديد، يعني احب كل شيء يكون بسرعه، اربع حلقتين ثلاث اربع ما تعدى. تمام يعني زي هذا كم خمس حلقات ممكن خلصنا تشغيل يعني منيله، ولكن دمجت كلها صارت حلقه واحده. هذا والله ما ادري كم بياخذ لان هذا والله متعب متعب متعب، شيء يبيله صدمات يبيله انوار. هذا كان يعني اشياء بسيطه اللي فيه، طبعا كلها للبيع، ترى كلها للبيع هذا او سواء هذا، ولكن هذا يباع تشليح، هذا تقدر تبيعه ولكن يحتاج فحص ونقل ملكية. هذا مرسيدس 98 ولكن عشانه جاي من برا لانه ياباني، جاي من برا يا جماعة الخير بينزلون منه موديلات مكتوب في الاستمارة 96 او 95 حدودها، ولكن هذه اتوقع اخر دفعة من مرسيدس حجمه 500 ماشي 122. عندنا هذا، هذا 97 نص فل. ما ادري والله هو جاي من اليابان ولا ما ادري منين، ولكن ممشى 200-210، ولكن تعرفون الوقفة الوقفة التعب شوي. صلوا على الحبيب عشر الخلق، وعدنا بإذن الله بكرة بإذن الواحد الحد نشتغل عليه من جديد.